شكرا. بالمركز الثاني مطلق بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث للحيل الإنتاج، ومن مسافة 8 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة نقدية للفائز بالمركز الأول. انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في السباق في هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول من تحتل الصدارة هنا والانطلاق الأول. عز سعيد بن محمد بن حليس العفاري يقدم لنا عز على أول الأسماء وأول المراكز. المركز الثاني في هذه اللحظات عروبة حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري يقدم لنا عروبة على المركز الثاني وشعار بن نصرة. من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث؟ هنا الوصول والتقدم من مياسة أحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي يقدم لنا مياسة في هذه اللحظات بشعار بن واس. من يتقدم مع المركز الثالث المركز الرابع؟ التسلل في هذه اللحظات من وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة يتواصل مع وعد وتحديات وعد على المركز الثالث المركز الرابع في هذه اللحظات. الصعب وشعار الصعب نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتواصل مع نجود على المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي في هذه اللحظات، هذه هي غرام عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود المري يقدم لنا غرام في هذه اللحظات. هذه غرام صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات، رصيدها حافل بالسجلات المميزة في هذا المسار. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. العودة مباشرة إلى المركز الأول. عز سعيد بن محمد بن حليس العفاري يتواجد مع تحديات عز وانطلاقة عز على المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات وصلت غرام، وصلت بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود المري يقدم لنا غرام في هذه اللحظات. من غيرت من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول بشعار بالأسود الحاضر مع غرام على المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات الوصول والقدوم من شعار بن نصرة مع عروبة حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري يقدم لنا عروبة، وهذا هو شعار بن نصرة الحاضر والمتقدم في هذا الشوط الكبير والمميز. من يتواصل مع عروبة على المركز الثالث؟ المركز الرابع هنا يصل شعار الصعب مقدما لنا نجود بشعار الصعب. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتواصل مع نجود على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة يتواجد مع وعد في هذه التحديات وفي هذا المسار الكبير. العودة إلى شعار بالأسود الحاضر مع وعد على المركز الأول مع أول التحديات. هنا من تنطلق بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد الأسود المري الحاضر بتحديات وانطلاقة وعد
على المركز الأول بهذا المسار الكبير وهذا المسار المميز في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، وفي هذا وفي هذه الأجواء الجميلة وفي هذا التحدي مع هذا الانطلاق الكبير. المركز الثاني التواجد والقدوم من شعار الإعفاري الحاضر مع عز سعيد بن محمد بن حليس الإعفاري يقدم لنا عز مع المركز الثاني القادم من الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بالأشقاء، مرحبا بجميع الضيوف الحاضرين في هذا المهرجان الغالي، مرحبا بالجميع في ميدان الجميع. المركز الثالث الوصول والتقدم من قبل عروبة حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري يقدم لنا عروبة مع المركز الثالث وشعار بن نصرة الحاضر في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا شعار الصعب مقدما لنا نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي يقدم لنا نجود وأبناء مرغم يتواجدون في هذه اللحظات مع شعار الصعب على المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من قبل شعار العذبة يقدم لنا وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة يتواجد مع وعد على المركز الخامس، ولكن العودة مباشرة هنالك مع الصدارة مع المركز الأول. غرام مع المركز الأول بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المري يتواجد مع غرام، وتحديات غرام وانطلاقة غرام وسجلات غرام مع المركز الأول لا ترضى إلا بالصدارة، لا ترضى إلا بالرقم واحد. هنالك السيارة بالانتظار يا مالك غرام. المركز الثاني الوصول من عز سعيد بن محمد بن حليس الإعفاري يقدم لنا عز مع المركز الثاني بشعار الإعفاري. المركز الثالث التواجد والقدوم من عروبة حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم من قبل شعار بن مرخان من يقدم لنا في هذه اللحظات نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي يقدم لنا نجود مع المركز الرابع، غيرت نجود مع المركز الثالث انطلقت بشعار الصعب في هذه اللحظات. المركز الخامس التواجد من قبل وعد حمد بن محمد بن راشد العماني العذبة يقدم لنا وعد في هذه اللحظات مع المركز الخامس، ولكن غرام وتحديات غرام واندفاع غرام على المركز الأول بشعار بالأسود عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري يندفع مع غرام على أول الأسماء وأول التحديات. المركز الثاني الوصول من قبل عز سعيد بن محمد بن حليس الإعفاري يتواجد مع عز على المركز الثاني وشعار الإعفاري الحاضر مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي يقدم نجود مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن نصرة يتواجد مع عروبة حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري يقدم لنا في هذه اللحظات عروبة مع المركز الرابع. والمركز الخامس التدخل والتسلل من قبل وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة يتواجد مع وعد من غيرت مع المركز الرابع. المركز الخامس مياسه أحمد بن علي بن محمد بن واس لكتبي يتواجد مع مياسه وانطلاقة مياسه، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من القاضية حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري يتواجد مع القاضية، ولكن العودة إلى شعار بنواس الكتبي من غير مع المركز الأول، من انطلق مع مياسة أحمد بن علي بن محمد بنواس الكتبي يتواجد مع المركز الأول من غير مع أول الأسماء
من غير مع أول التحديات ولكن الصعب وشعار الصعب في هذه اللحظات. مقدما لنا نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي وأيضا العذبة، يتواجد مع وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة، ينطلق ويتقدم مع وعد على المركز الثاني المركز الثالث. الوصول في هذه اللحظات من القاضية حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري وشعار بن مهيرة الحاضر مع القاضية في هذه اللحظات، وغرام تعود، غرام تعود بشعار بن الأسود مقدما لنا غرام وأيضا شعار بن مرخان، والتواجد في هذه اللحظات من سلطة مطر بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري يقدم لنا سلطة وانطلاقة سلطة، ولكن بن مهيرة خطير، بن مهيرة خطير. القاضية 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 من فرقت الصفوف وانطلقت إلى أول الأسماء، من انطلقت إلى أول التحديات مع لوحة الكيلومتر الأخير، انطلقت القاضية بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المميز والخطير بشعار بن مهيرة. وهذه هي القاضية مع أول الأسماء حمد بن سعيد بن محمد بن مهيرة المري، ولكن العذبة واصل، العذبة واصل مع وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة يقدم لنا وعد، وأيضا نجود الصعب، نجود الصعب، وعد العذبة، وعد ونجود، وعد ونجود، ولكن غيرت نجود، انطلقت بشعار الصعب، انطلقت بشعار بن مرخان إلى دانة الدنيا دبي، إلى أبناء دبي ينطلق شعار بن مرخان، ينطلق شعار سيف الخمسين على أول الأسماء وأول التحديات. يا سلام يا سلام يا بن مرخان، يا سلام يا شعار الصعب، شعار الصعب المتواجد دائما وأبدا في الأشواط الصعبة، في الأشواط الصعبة يحضر الصعب، يحضر الصعب بحضور الكبار. سلام يا بن مرخان، سلام سلام يا مالك نجود، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتاج الفاخر، الانتاج الفاخر انتاج بن مرخان. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني معركة ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة، المركز الرابع كانت القاضية حمد بن سعيد بن محمد بن مهيرة، المركز الخامس، المركز الخامس سلطة مطر بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري. تهانينا وألف مبروك إلى مالك نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في شوط الانتاج، وهذا الانتاج الفاخر. 12 دقيقة 30 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك إلى مالك نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي المركز الثاني. المركز الثاني كانت معركة ناصر بن بقيت بن سعيد الوهيبي، 12 دقيقة 32 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث وعد حمد بن محمد بن راشد العذبة، 12 دقيقة 32 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.